السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: استمرار الاعتداءات على الكوادر الطبية في العراق وغياب لدور حكومة الخضراء في حمايتهم. قبل الدخول في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات كما ظاهر أمامكم على الشاشة. نكرر التردد مرة أخرى: 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال على هذا التردد لمتابعتنا في كل جديدنا. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 ولغاية اليوم، يتعرض الأطباء في العراق والكوادر الصحية بشكل عام لانتهاكات خطيرة تراوحت ما بين الاعتداءات اللفظية والتهديدات، ثم التعدي عليهم بالضرب والتعرض للخطف، وأخيرا التعرض للقتل على يد ذوي المريض أحيانا والميليشيات أحيانا أخرى، دون توفير أي حماية لهم من الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد احتلاله. ومؤخرا تعرض الكادر الطبي في مستشفى الفلوجة التعليمي للاعتداء على يد ذوي مريضة كبيرة في السن توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا. ورغم تقديم الكادر الطبي ما يمكنه في ظل انهيار النظام الصحي في العراق، إلا أن هذا الأمر لم يشفع لهم عند ذوي المريضة الذين اعتدوا على الكادر الطبي دون أي حماية لهم. حوادث واعتداءات كثيرة تعرضت لها الكوادر الصحية في العراق، سنستعرض جزءا منها أثناء حلقتنا لهذا الأسبوع. وهنا نطرح عدة أسئلة لحضراتكم مشاهدينا الكرام: لماذا تستمر الاعتداءات على الكوادر الطبية في العراق من دون توفير حماية لهم؟ هل باتت قيمة الطبيب العراقي لا تساوي شيئا في بلده وهو يقدم ما يملك لخدمته؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يتعرض له الأطباء والكوادر الصحية في العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكانكم أن تجيبوا عليها مشاهدينا الكرام من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مو على المنطقة بس، هاي منطقتنا. أول بلد أني أتخذ إجراءات غير مسبوقة وشكل خلية أزمة ومنعنا السفر إلى المناطق اللي ظهر بها الفيروس. هذول الإيرانيين جاي يتجولون بكربلاء يا خلية الأزمة، مو قلنا سد الحدود؟ ووضعنا قيود على المواطنين الذين يأتون من مناطق ظهر بها الفيروس، واتخذنا إجراءات داخلية. هو العراق. وينك يا محافظ البصرة تعجب غضاء أبو الخصيب ولا عبالك أكو فيروس بيه؟ وينك يا محافظ البصرة؟ يا معود سوي لنا شارة، رحمة لوالديك، رحمة لوالديك، تعشير شوكه بالخصيب بالقرآن الكريم ما تقدر تمشي. اليوم ازدادت البنية التحتية في مجال المختبرات، قال لك النظام الصحي في العراق نظام بطل وصامد. طب جوا وشوف الخيسة، ثقب الله من البارحة واليوم لا واحد وصلنا ولا واحد اجانا، وكل واحد يطلع من مكانه يبقى فراشه نفسيته ويجيبون غيره ينموه على نفس الفراش. انتم مصابين ما متقدين بعد يعني تحليلنا ما طالع. نعم. يعني احنا ما بينا شيء، بس بسبب ذولا اللي قبلنا راح نتمرن. شوف هاي الحمامات، هاي الحمامات هسه اكتشفكم اياهن، بس مي بارد، مي بارد، هاي بس مي بارد اثنيناتهم. يعني صح انا غطسل بيدي، هذا تشوفون الاخير هذا وين ثلج بارد، ثلج ثلج جاني جانب الوحده، تقريبا بالوحده الجانب يجيبون لي مال وجبتين سوى، لان انا البارحه العشاء ماكو، ريوق اليوم ماكو. لدينا سعه سريريه باذن الله. تشوفون هاي الحالة، يعني هسه احنا شلون نتصدى الوباء الحجم كورونا واحنا بهيج وضعي، طبيب ماكو نسا. راح تنزل فرق صحية تعمل مسح وبائي، بدل ما نقعد احنا نستقبل الحالات المرضية راح نبدي ننزل. عافيتكم، لأن تعقيم ماكو، ماسكات ماكو، كانت عندنا مصابة بالكورونا قبل شوي طلعوا برا. فأسج المراجعين المغرب أو بالليل يكلمون علي، كم واحد راح ينعدي؟ وكم واحد راح يصير بيه كورونا؟
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما ذكرنا في بداية الحلقة بإمكانكم أن تشاركوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا يوم أمس المصادر في مدينة الفلوجة أكدت تعرض عدد من الأطباء للاعتداء من قبل حماية قائم مقام المدينة، وذلك بعد وفاة إحدى المريضات الراقدات في المستشفى بفيروس كورونا. طبعا المصادر أوضحت أن ذوي المتوفية بمعية حماية قائم المقام قاموا بالاعتداء على عدد من الأطباء وأسط غياب عناصر أمن المستشفى. وأضافت المصادر أن حماية القائم مقام لاحقوا الأطباء إلى مركز شرطة المدينة ومنعوهم بالقوة من تقديم شكوى ضد الجهة المعتدية بعد أن أوقف هؤلاء كاميرات المستشفى الرسمية وسحبوا التسجيلات منها. دعونا نشاهد مقطع الاعتداء الذي تعرض له الكادر الطبي في مستشفى الفلوجة التعليمي من قبل ذوي المريضة المتوفية وبمعية طبعا قائم المقام وغياب الدور الحكومي في حمايتهم، فلنشاهد. طبعا مشاهدينا، أحد المنتسبين في مستشفى الفلوجة التعليمي قال، وهو طلب طبعا عدم الكشف عن اسمه طبعا لاحتياطات أمنية بالنسبة له وهو حقه طبعا في العراق، قال إن قائد شرطة الأنبار هادي رزيج طلب من الكادر الطبي المعتدى عليه في مستشفى الفلوجة بعدم تقديم شكوى رسمية ضد الجهة المعتدية. وفي اتصال هاتفي طبعا مع قناة الرافدين أضاف المنتسب أن الطلب حمل تهديدا مبطنا للكادر الطبي بالفصل في حال اعتصام وتصعيد القضية إعلاميا. طبعا منعوا الكادر الطبي من التصريح لأي وسائل إعلامية، وكذلك ضغطوا عليهم لعدم تقديم شكوى ضد المعتدين. هذه حالة. قبل بضعة أيام في مدينة الرمادي في مستشفى الرمادي العام أيضا تعرض الكادر الطبي هناك إلى اعتداء من قبل إحدى العشائر المعروفة في المدينة. قبلها ببضعة أيام تعرضت ممرضة في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، مدينة الناصرية في محافظة ذيقار، إلى الاعتداء كذلك. وبناء عليه قرر الكادر الطبي في مستشفى الحسين بالإضراب عن العمل نتيجة هذه الاعتداءات المستمرة وغياب دعم الحكومة لهم في تأمين حياتهم أولا، وكذلك توفير المستلزمات الطبية لعلاج المرضى. في مدينة النجف هدد الأطباء في محافظة النجف باتخاذ إجراءات تصعيدية في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات على الكوادر الطبية، لا سيما الاعتداء الأخير على الكادر الطبي في مدينة الفلوجة. انتقد الأطباء في مدينة النجف في بيان لهم عدم تحرك نقابة الأطباء وشلل قوانين عن حماية الأطباء، وطالبوا بتغيير مدير شرطة محافظة الأنبار ومعاقبة المسيئين وإحالتهم للقضاء. طبعا هناك حالات أخرى سنستعرضها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. نسأل هنا، لماذا يتعرض الطبيب العراقي إلى هكذا انتهاكات مستمرة؟ لماذا تتجه بعض العشائر وحتى الميليشيات إلى الاعتداء على الكوادر الطبية رغم أنهم يقدمون ما في استطاعتهم في ظل انهيار نظام صحي كامل في العراق؟ يعني يقومون بجهد مضاعف وجهد ذاتي في ظل غياب التجهيزات وغياب الدعم من وزارة الصحة للأطباء. طبعا مشكلة النظام الصحي المنهار هي أيضا مشكلة تفاقم من أزمة الطبيب في التعامل مع الحالات الحرجة والمرضى بشكل عام، وخاصة الآن ونحن في فترة أزمة كورونا والفضيحة الكبيرة في القطاع الصحي في العراق التي برزت مع قدوم هذا الفيروس إلى العراق. يؤكد هذا الموضوع أن الأطباء يضحون بحياتهم، وهناك حالات وفاة كثيرة لأطباء عراقيين بسبب فيروس كورونا بعد تعرضهم له بسبب الحالات الكثيرة التي تتواجد في مستشفيات العراق. أثبت هذا الأمر أن النظام الصحي في العراق منعدم، ووزارة الصحة لم تتعامل بجدية مع كل ما يحدث في المستشفيات العراقية من غياب ونقص للتجهيزات وغيرها، وتقع هذه المشاكل كلها على عاتق الطبيب العراقي. طبعا ليس الجميع، هناك بعض الأطباء، بعض
الأطباء الموجودين في العراق يتعاملون بشكل غير مهني ولم يحترموا القسم الذي أقسمه في كلية الطب بمعالجة المرضى والتعامل معهم بشكل إنساني. لا، هناك بعض الأطباء حقيقة يسيرون وفق نهج معين، نهج انتهازي فساد في العيادات في المستشفيات وفي الصيدليات، لكن نحن نتكلم عن المجمل، الأطباء الذين يضحون دون حماية، هناك ميليشيات تعتدي عليهم. يعني سرايا السلام اعتدت على الكادر الطبي في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار مدينة الناصرية، ولم يتدخل أحد من الجهات الحكومية، وزارة الصحة تخرج ببيان استنكار، بيان استنكار. طيب هل سيعالج هذا البيان الأزمة الحقيقية والمعاناة للطبيب العراقي من تعرضه المستمر للانتهاكات، التهديدات تصل في بعض الأحيان إلى الخطف وابتزاز الطبيب وابتزاز ذويه بمبالغ مالية؟ كل هذه الأمور تحدث في العراق ولا يوجد تدخل حكومي حتى هذه اللحظة. معنا السيدة أسماء من ديالى، تفضل يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولكل كادر قناة الرافدين. أشكرك أستاذ محمد على هذا البرنامج وعلى المشاركين في قناة الرافدين. حياك الله أستاذ. بالنسبة لكلامك اللي قبل شوية قلته كانت بعثر الميليشيات يعتدون على الأطباء والحكومة ما تتدخل. أستاذ محمد، الميليشيات مو بس على الأطباء، الميليشيات على كل الناس. نعم. على كل الناس يعتدون والحكومة ساكتة على كل جرائم الميليشيات. يعني ماكو أي تدخل من الحكومة لجرائم الميليشيات، ولهذا يعني أستاذ محمد الميليشيات مسيطرين، يعتدون يضربون يقتلون. لو يعني الحكومة تتدخل ما كانوا هيك يسوون، وما كان حال العراق وصل إلى هذا الحال. سيدة أسماء، الموضوع ليس فقط عن الميليشيات، احنا نتكلم اليوم عن الاعتداءات التي تتم على الكوادر الطبية، يعني ليس فقط من الميليشيات، هناك بعض العوائل ذوي المرضى، بعض العشائر تقوم بالاعتداء حتى على الكوادر الطبية ولا يوجد حماية لهم. يعني احنا نتكلم ليس فقط الميليشيات هي مذنبة في هذا الموضوع. نعم نعم استاذ محمد، هذا يعني خطأ كبير كلش. يعني يعتدون على الأطباء، يعني ما يصير. يعني انت تدخل وتشوف يعني مريضك يعني او يعني ميت او شيء او ما يعالجوه، انت تعتدي على الطبيب. لا استاذ محمد، ما يصير. مو كل الأطباء، اكو أطباء لا والله استاذ محمد، اكو أطباء هواية يعني يدارون المرضى، يعني يهتمون بالمرضى. صحيح. يعني ما يصير نعتدي عليهم. يعني انا وحده من الناس استاذ محمد، رحت للمستشفيات هنا بالسليمانية بالشمال. والله يعني اهتمام كلش كبير من الاطباء للمرضى. يعني يهتمون بشكل كبير، لازم واحد يحترمهم يعني يقف وياهم. لا ما يصير. يعني انا اسال، الاعتداء اللي صار في مدينه الفلوجه من قبل ذوي مريضة هي كبيرة في السن وتوفت بسبب فيروس كورونا، طبعا قدم الأطباء ما يستطيعون بس رب العالمين أخذ أمانته. اللي صار أنه هم راحوا دا يشتكون، هددتهم القوات الحكومية، مركز الشرطة في مدينة الفلوجة بعدم الشكوى، عدم تقديم الشكوى وعدم التصريح إعلاميا، وهددوهم بالفصل. يعني إذا كانت القوات الحكومية أو الجهات الحكومية تتعامل ويا المعتدى عليه بهاي الطريقة، احنا شو ننتظر لعد من هذا النظام الأمني بشكل عام في العراق؟ والله استاذ محمد، ما ننتظر منهم اي شيء، ما ننتظر منهم الا الخير الا الشر. استاذ محمد، يعني النظام لو يتعاون مع المواطن، لو يوقف ويا المواطن، ويعني ما كان حالنا وصل لهذا الحال. هواية اكو من الانظمة السياسية، وهسه حاليا يقولون الكاظمي وهيجي وهيجي. استاذ محمد، احنا ما شفنا شيء ابد من هاي الحكومة. ما شفنا غير الاعتداء والظلم والتهجير. يعني كل شيء اللي شفناه من هاي الحكومة. احنا ما ننتظر منهم الا شر، ماكو خير من هاي الحكومة. الا يعني نزيل هاي الحكومة كلها. نعم، انا اشكرك يا سيدة اسماء من ديالى. طبعا قبل ايضا بضعة ايام تم اعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى الشفاء وسط مدينة الفلوجة في محافظة نينوى، وسط مدينة الموصل عفوا في محافظة نينوى. ذو أحد المصابين بفيروس كورونا اعتدوا بالضرب على طبيب في مستشفى الشفاء، حملوا الكوادر الطبية مسؤولية الإخفاق في إنقاذ حياة المصابين بالفيروس المستجد. طيب
شنو اللي بالنسبة لذوي المصابين اللي دي يشتاطون غضب عندما يشوفون أن أحد مرضاهم أو أحد أفراد عائلتهم توفى بسبب فيروس كورونا؟ ليش ما يشوفون المستشفيات اللي خالية من أنابيب الأكسجين؟ ليش ما يشوفون حال المستشفيات اللي يرثى له في العراق في بلد المليارات اللي تقول وزارة الصحة أنها أنفقت أكثر من 40 مليار دولار على القطاع الصحي؟ ليش ما يتكلمون على وزير الصحة أو اللي هاجمون وزير الصحة اللي أترك المستشفيات بهذا الوضع المأساوي، أهمل الأطباء وعدم ولم يوفر حماية لهم وترك المستشفيات بلا تجهيزات بلا أدوات تساعد الطبيب في إتمام عمله؟ هاي نقطة. النقطة الثانية موضوع فيروس كورونا، هو فيروس مستجد لا يوجد له علاج في العالم حتى هذه اللحظة. يعني موضوع الوعي المجتمعي لدى بعض الأفراد ومحاولة دائما صب غضبهم على الطبيب، شنو النتيجة بالنهاية؟ هل بهذا الضرب أو الاعتداء اللي يقع على الطبيب العراقي سيعود المتوفى إلى الحياة مرة أخرى؟ طيب دور الحكومة وين بالتعامل مع هكذا انتهاكات؟ تعتبر مخالفة للقانون، تعتبر اعتداء على موظف أثناء فترة تأدية عمله، هاي كلها وفق القانون. وين المحاسبة والعقاب لهؤلاء الذين يقومون بالاعتداء على الكوادر الطبية؟ السيد صباح من بغداد تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شهدنا بالآونة الأخيرة عدة اعتداءات على الكادر الطبي الموجود داخل العراق. نعم. يعني من قبل المواطنين، يعني هذا المواطن، يعني أغلبية الناس اللي يسوون اعتداء على الدكتور أو الممرض هذول ناس، يعني ناس همج، يعني لا أبالي، لا يحسبون القانون ولا يحسبون يعني من جانب الإنسانية أن الدكتور هذا الدكتور إنساني معرض نفسه للخطر. نعم. يعني هذا الوباء كورونا ما يعرف لا دكتور ولا ممرض ولا بالصيدلية ولا حتى يعني كل الكادر الطبي الموجود بالمستشفى، يصيب أي واحد بيهم. نعم. هم معرضين أنفسهم للخطر في سبيل خدمة الناس، ويجوك بعض القلة القليلة يعني اللي يصير حوادث مثل تقصير أو وفاة تصير، وشفنا احنا. نعم. كل العالم وفيات مو بس بالعراق. نعم. لكن هذا الوعي، يعني ما الناس ما عندها وعي. لا إدراك حتى بالمسؤولية، يقول لك هذا إذا أضربه أو أسوي هذا اعتداء على القانون. نعم. يعني ما يهتم لا للقانون، لأن أكو رادع قوي من قبل الحكومة ومن قبل وزارة الصحة يردعون إش كم واحد من اللي أساءم إلى الدكاترة والممرضين، كان بقية المواطنين ما حد يتجرع عليهم. يعني اللي يمد يده على دكتور المفروض يعاقب بالسجن في سبيل الناس البقية اللي عندنا إحنا، ونعرف إحنا المجتمع العراقي يعني أكو ناس يعني ماكو ما عندهم حتى عقل، يعني يتصرف اللي تابع للسيد واللي تابع للحشد واللي تابع لغيرها، هذول ما يعرفون شنو القانون وتطبيق القانون. نعم. المفروض فد 4-5 ينسجنون ويتم تطبيق القانون عليهم كل حذافيرة وأشد العقوبات في سبيل. نعم. بقية المواطنين يقول لك هاي وراها سجن إذا تعدى، بس شافه ما حد يتعاقب. يضربون الدكتور ويضربون الممرض ويضربون حتى النساء الدكاترة. نعم. في سبيل يقول لك عباله يرجع الميت أو عباله فتشي. نعم. بس هذا كله يعني كله سبب عدم تطبيق القانون بصورة صحيحة، والدولة. نعم. والحكومة هي المسؤول الأول والأخير في حماية الموظفين. يعني. نعم. أي وزارة عندها قانون وعندها قانونية في سبيل أي اعتداء على أي موظف. نعم. لازم القانونية تتخذ إجراء في إقامة الدعاوي. نعم. لكن لا أبالي، دولة ماكو، دولة عتاقة ودولة ناس سفلة ما عندهم أي شعور بالمسؤولية، وحاليا هم اللي رئيس وزراء واللي وزير واللي وكيل وزير، وكانوا يحلمون حتى الإداريين بالمستشفيات من ضمن المسؤولية عليهم، لأن الإداري شلقيته شنو كان؟ كلهم اللي كان القراجية هو مسؤول عنها، أو ناس. نعم. يشتغلون بالصيانة بالمستشفيات، والآن سندتهم الميليشيات وصاروا مدراء بالإدارة مع المستشفيات. نعم. فالقانون ما يحاسبهم ذولي. نعم. فالمفروض القانون يطبق من قبل المواطن ومن قبل الدولة. على الناس المسيئة بحق ذول الناس اللي يسمون الجيش الأبيض اللي هم حاليا بحماية المواطن. يعني. نعم. شفنا احنا الحكومة وقفت عاجزة، لكن اكو ناس حتى اهلهم ما يشوفوها، يخافون على عوائلهم. نعم. فهو بقى الدكتور 20 يوم و50 يوم و60 يوم. نعم. محروم من شوفة امه وابوه واطفاله في سبيل يخدم الناس اللي. نعم. المرضى، واكو ناس عندهم انسانية بالدكاترة والممرضين. نعم. يعني مو
الكل مو زين العراقيين، اكو ناس يعني ناس عندها حس وطني وعندها خوفة الله. المفروض ان المواطن وتوجيه رسالة لكل المواطنين، اكو ذول ناس بخدمتنا يعني ما مسوي لهم شيء، لا الدولة ساندتهم ولا حتى احنا. وبعدين شنو مصلحته، شنو مصلحة الطبيب انه هو يقوم بقتل، خلينا نسميها اذا الناس اللي هي ذوي بعض المتوفين يعتبرون انه الطبيب هو اللي قتل الفرد اللي من عائلتهم، شنو مصلحة الطبيب من قتل شخص مريض داخلي اللي تلقى العلاج؟ شنو المصلحة يعني؟ ماكو أي مصلحة يعني. أول القضاء وقدر، وإذا أكو تقصير ما يجي على الدكتور أو الممرض الموجود، التقصير يعتبر من وزارة الصحة ومن رئيس الوزراء ومن رئيس الجمهورية. التقصير يصير بالأجهزة الطبية بالعلاج وغيره، من مصلي المستشفيات درجة أولى، لكن الدكتور والممرض ما لهم أي سبب ولا مسببين بموت أي شخص. المتسبب بموت ذولا هذا نقص الأدوية والكادر الطبي حتى اللي مو ذاك المستوى الدرجة الأولى، المفروض الحكومة توفر كل الكوادر الطبية من شأنهم هيك مجتمع يهين الدكتور ويهين الممرض، كلهم هاجروا من الدكاترة من بسبب الوضع الأمني وعدم احترام الدكتور وعدم احترام المدرس وعدم احترام كل يعني الطبقات العليا في الدرجات العليا في الوزارات، يعني وزارة التعليم العالي والصحة والكهرباء. أغلبية الناس اللي محترمة والناس اللي عندهم شهادة شفنا احنا عندهم مضايقات من لو ميليشيات لو من اذرع ايران في سبيل تهجير هاي الطبقة اللي هي جاي تخدم ويخلون العراق يعني بلا ادارة بلا دكاترة بلا ناس مختصين لادارة الدولة. نعم سيد صباح، انا اشكرك شكرا جزيلا. سيد صباح من بغداد، معنا سيد جمال من الموصل، تفضل يا جمال. اخي عندي ولد من 4 سنوات فقد اخذوه الاتحادية، نعم، وما نعرف عنه أي شيء لحد الآن، ما نعرف عنه أي شيء. شنو السبب اللي أخذوه الاتحادية بسبب شنو السبب؟ كل ما عدا هيك الجو أخذوه بسبب مخبر سري. وما نعرف، ما خلينا سجن بالعراق ولا حاسبة ولا صرفنا أموالنا كلها على مبدل نعرف وين، وما عرفنا لحد الآن. علما عنده عيلة يعني لحد الآن ما نعرف أشان عن عيشة ما نعرف. نعم الله يكون بعونكم يا سيد جمال، الله يكون بعونكم وإن شاء الله صوتك يوصل. أنا أشكرك للمشاركة سيد جمال من الموصل. طبعا موضوع المعتقلين وما يحصل في المعتقلات وطرق إلقاء القبض واعتقال الشباب والرجال في العراق وحتى النساء موضوع حقيقة كبير جدا ولا يوجد علاج حكومي له. بالإكمال حديثنا على موضوع الاعتداء أو الاعتداءات التي تقع على الكوادر الطبية في العراق، قبل فترة انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الكوادر الطبية، أطباء يقومون بعملية جراحية في إحدى المستشفيات في العراق على ضوء الموبايل. يعني هذا الطبيب اللي يجري عملية جراحية بهكذا ظروف بهكذا أجواء، يعني من الممكن أن تحدث الوفاة بسبب غياب التجهيزات للمستشفيات وغياب الدعم للقطاع الصحي بشكل عام. لو توفرت الإمكانات، لدينا في العراق خبرات طبية كبيرة جدا وهناك بروفيسورية بشكل كبير جدا وذوي خبرة ويستطيعون القيام بكثير من الجراحات، لكن لو توفرت لهم الأدوات، وإن كان طبيب وإن كان عالم وإن كان بروفيسور، لكن لا يستطيع أن يقوم بأي شيء بدون أدوات تساعده على ذلك. القطاع الصحي في العراق قطاع منهار، هذا باعترافات حكومية، وبالتالي موضوع الاستمرار بالاعتداءات على الكوادر الطبية دون إعطاء مبرر لهم أنهم يعملون أولا في العراق، ثانيا في مستشفيات العراق المنهارة الغائب عنها كل الدعم، الغائب عنها كل التجهيزات، بالطبع ستكون هناك حالات وفاة كثيرة، بالطبع ستحدث وفيات بفيروس كورونا أو غير كورونا. معنا السيد مرتضى من صلاح الدين، تفضل يا مرتضى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أخويا العزيز؟ الله يسلمك حياك الله. أقول لك أخويا العزيز يعني أنا يريد موضوعي ما أعرف أول هذا الشيء ما أعرف. أنا إيش نوبة سويت راتب، أنت اللي سويت راتب
بس ما قالوا لي انت ما اعطيت حق راتب وانا معوق ولادي ما اعرف قالوا لي يعني الرعايه الاجتماعيه ما تشملك يا سيد مرتضى؟ والله يقولوا لي انت ما تستحق راتب، انت ما تستحق راتب معين ما اعرف شنو، يقول له انا يعني جبت لهم تقارير تثبت هذا الشيء ما اعرف، يقولوا لي انت ما تستحق يعني ليش ما تستحق؟ ليش ما تستحق؟ يقولوا لي انت ما تستحق راتب وانا معوق واكثر من 80% 100%. الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله. اي بالله ما ادري يعني المن اودي صوتي وتدري على الدعايه كل الموظفين كل القطاعات الحكوميه اللي نعم مال سدوها يعني وين توجه وين اروح؟ نعم الله يكون بعونك وانا اشكرك للاتصال رغم انه هو مو موضوعنا اليوم لكن احنا يعني فاتحين منبرنا وكل برامجنا التفاعليه لاستقبال جميع المتصلين العراقيين بغض النظر ما هي القضيه وإن كان نفضل طبعا الحديث في موضوع الحلقة لكن هذا لا يمنع أن الناس تريد أن توصل صوتها وهذا طبعا إن شاء الله منبركم باستمرار. الرعاية الاجتماعية طبعا كارثة لما يطوهم 30,000 دينار عراقي أو 100,000 دينار عراقي اللي هي أقل من 100 دولار في حين ذوي الامتيازات وأصحاب الرواتب المتعددة ومن ضمنهم جماعة رفحاء اللي يأخذون 3 ملايين دينار عراقي لكل فرد من أفراد العائلة هو يعتبر قمة الظلم لكل مواطن عراقي يعيش في بلد نفطي بلد غني كالعراق وصل إلى حافة الإفلاس الآن للأسف الشديد. وزارة الصحة أكدت وفاة 2 من الكوادر الطبية إثر إصابتهما بفيروس كورونا. الوزارة قالت أن الاستشاري في جراحة الجملة العصبية الدكتور محمد عبد الحسين القرعاوي العامل في دائرة صحة كربلاء توفي بعد إصابته بالفيروس وتوفي كذلك المهندس نور نعمان عبد الزبيدي العامل في مدينة الطب مستشفى الأورام التعليمي بعد إصابته بالفيروس هم بشر ومعرضون كذلك للإصابة بهذا الفيروس ومعرضون للوفاة بسبب هذا الفيروس. مشكلة الوعي المجتمعي لدى البعض للأسف الشديد وانقيادهم حتى خلف بعض العشائر اللي تغذي هذه الأفكار تغذي هذه التصرفات الغير مسؤولة بالتعامل مع الطبيب العراقي بالتعامل مع الكادر الصحي وكان الكادر الصحي هم مجموعة من القتلة من المجرمين سافكي الدماء اللي يترصدون ويتربصون لكل المرضى ويقومون بقتلهم. الأمور لا تدار هكذا، الأمور أنت اذهب إلى السبب الحقيقي، السبب الحقيقي من هو المسبب في انهيار القطاع الصحي في جعل الوضع في المستشفيات العراقية بهذا السوء في جعل حالات الوفاة تزداد كل يوم بسبب كورونا أو غير كورونا. وزارة الصحة ورئاسة الوزراء والحكومة بشكل عام لم تقم بدعم القطاع الصحي وبالتالي نشاهد بالطبع انتشار الأمراض. يعني صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تقول بأن المستشفيات في العراق في فترة كورونا أصبحت بؤر ناقلة للفيروس، يعني أصبحت المستشفيات بحد ذاتها هي مسبب للإصابة بالفيروس. الكابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي رحمهم الله شخصيات معروفة ومشهورة ومع ذلك حاول معهم الكادر الطبي لكن لم يستطع. غياب التجهيزات وغياب الدعم للمستشفيات أدى إلى وفاتهما رغم أنهما بحسب أقاربهما طبعا ذهبا إلى المستشفى بحالة جيدة، يعني لم يكن هناك سوء بحالتهما، ساءت الحالة داخل المستشفيات مشاهدينا الكرام. إذن المشكلة لا تكون مع الطبيب، نعم هناك أطباء يخطئون لكن نسبة الخطأ مقارنة مع المجهود الكبير الذي يبذله الطبيب العراقي نسبة يعني غير قابلة للمقارنة. الجهد الذي يبذله الطبيب العراقي جهد حقيقة جبار في التعامل مع هكذا وباء في بلد كالعراق في مستشفيات خالية تماما من الدعم الطبي. من معنا الآن؟ السيد صالح من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أرحب بكم وأرحب بقناتكم الكريمة. الله يسلمك حياك الله. طبعاً مثل ما تعرف أنه الواقع الصحي في المحافظات العراقية خصوصاً محافظات يعني أكو بعضها يعني مثل محافظة بيقار. نعم. والمحافظات يعني اللي بها الواقع الصحي يعني متردي حيل متردي. نعم. وتعرف انه الحكومات المتعاقبه اللي اجت علينا سببت لنا ازمات بالواقع الصحي، يعني صار عندنا يعني نقص بالكوادر الطبيه، نقص بالاكسجين، نقص بالعلاجات. فاكو مثل عندنا بالعاميه يقول هي من قبل سلم الناظجه اعراض. فمن قبل الواقع الصحي متربي جدا، الناظجه هذا الفيروز يعني احنا ما يعني الحالات قاعده تزداد اكثر باكثر. نعم.
ولهذا السبب انه نشوف اكثر الحالات يعني ضعيفه جدا، ولذلك المستشفيات تساعدنا ممتلئه جدا يعني سر ما تلقى، لو تحصل لك على سرير لو ما تحصل لك، لو تحصل لك على قنينه اكسجين لو ما تحصل لك يعني شيء بس الواقع. طيب ويا كل اللي حضرتك تفضلت بيه يا سيد صالح، ليش اكو بعض الناس يحملون الطبيب مسؤوليه وفاه احد اقربائهم، احد افراد العائله؟ ليش يحملون الطبيب مسؤوليه وفاه هؤلاء الاشخاص؟ يعني ليش ما يفكرون بعقلانيه ان هم داخلين الى مستشفى غير مؤهل اصلا، لا تصلح ان تسمى مستشفى حتى، ويحملون الطبيب مسؤوليه الارواح التي تفقد؟ يعني ما ذنب الاطباء يعتدى عليهم بهذه الطريقه بالفلوجه على سبيل المثال؟ صحيح انا شفت هاي المنشورات اعداء اخي. اذا ترجع الطبيب ما له علاقه، الطبيب مجرد عامل ما عنده شيء. نعم. اذا يريد المواطن العراقي يرجع ويريد يحمل المسؤوليه، يحمل المسؤول اللي جاي يدير هاي المنظومه الصحيه. نعم. يعني انا اذا اريد اشتكي على المسؤول الكبير، ما له علاقه بالدكتور، الدكتور مجرد يعالج المريض، الدكتور يقول لك اذا انا لا عندي لا اكسجين لا علاج لا مغذيات، شلون اعالج مريضك؟ ما عندي كل شيء. فيضطر المراجع الى جلب العلاج من الخارج، يعني يتحمل فلوس من خلينا نقول من جيبه او من ذاته، يروح يصرف من جيبه، يعني حتى الفقير اللي ما عنده او المسكين او اللي صاحب اللي عدم المقدره الماليه اللي مثلا ما عنده راتب اللي ما يعين عائلته، يضطر الى انه كما يقول اجلك الله واحشمك، يضطر الى انه يطلب المساعده من القيد، يعني حتى في سبيل شنو يجلب العلاج على مود يعالج المريض فيه. الدكتور ما له علاقه، الدكتور يقول له ثاني العلاجات اللي عندي متوفره شيء بسيط يعني مسكينات. هذا اللي يقدر يوفر لك اياه، ما يقدر يوفر لك اكثر من شيء، يعني شو يصير؟ يعني هو والله يعني والله عفي عليه، هو متفاهم والله للخير، ويعني والله ابطال، يعني شو تحكي بحكم قليل، يعني يقول لك بس يقول لك الدكتور اني ما عندي لا عندي لا قنينه اكسجين، لا عندي علاجين، لا عندي سرير، لا عندي كل شيء. نعم. شوف هاي واقع المستشفيات، يعني افضل شيء بقار، يعني صارت عندك ازمه على الاكسجين وازمه على العلاج، ماكو لا اكسجين لا علاج، وين مين عامل؟ نعم. أنا أشكرك يا سيد صالح من صلاح الدين. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في هذه الحلقه عن موضوع الاعتداءات المستمره على الكوادر الطبيه في العراق وسط غياب تام للدور الحكومي في حمايتهم من هذه الاعتداءات المستمره، سواء كانت من ذوي المرضى من المواطنين او حتى تصل الى الميليشيات في بعض الاحيان، وكذلك ايضا الى القوات الحكوميه حتى في بعض الاحيان يعتدون على الكوادر الطبيه. السيده ام احمد من بغداد، تفضل يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أستاذ محمد وأحيي قناة الرافدين الوطنية الأصيلة. حياك الله. أبدي كلامي بالمقولة التي تقول إذا عرف السبب بطل العجب. نعم. ما نستغرب ولا نتعجب أستاذ محمد من هذه التصرفات. نعم. لأن الاحتلال من 2003
الاحتلال الأمريكي والإيراني والميليشياوي. نعم. اللي استلم العراق هذه نتائجه. من أول يوم من الاحتلال إحنا عرفنا الناس العراقيين المفكرين الشرفاء اللي يخافون على وطنهم أنه هذا النتيجة راح نوصل إلها. لا صحة، إحنا وزاراتنا مسميات على غير مسمياتها. لا صحة، لا تربية، لا تعليم، لا صناعة، لا زراعة، لا بيئة، لا أمن، لا حفظ حدود. هاي المسميات كلها على غير مسمياتها. فطبعا يتجاوزون على الأطباء أو يتجاوزون على المدرسين وعلى المهندسين وعلى المحامين وعلى كل فئات المجتمع. هاي مشكلتنا الثانية يا أستاذ محمد، بالإضافة للسلطة الحاكمة، العصابة الحاكمة وعصاباتها وميليشياتها، عندنا بعض من أبناء شعبنا غايب الوعي عندهم. هاي التصرفات على الطبيب أو على أي موظف أو على أي اختصاص، من يصير تلكؤ، من يصير خلل، الشعب يهجم ويهاجمه. المفروض يوجه ألمه وغضبه على السلطة الأعلى منه اللي وصلت إنه هذه المستشفى هذا اللي قدروا يقدموه للمريض اللي يجيهم. هاي حدود إمكانياتهم. أدعى إنه أروح أحاسب اللي أعلى من هذه المستشفى وصولا للوزارة. ناس أروح أطلع ألمي وغضبي مو على الجيش الأبيض اللي لسه رواتب ما مطيهم. هذا 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 وعي الشعب العراقي مع الأسف. فهاي مشكلتنا إحنا متراكمة. طبعا هذا جزء هذا جزء بسيط يا أم أحمد، إحنا حتى هم نكون منصفين، هي بعض من المجتمع العراقي وليست حتى فئة كبيرة. لا لا، أنا ذكرت مع الأسف، لا لا، بعض من شعبنا المغيب نفسهم، هذول هم المغيبة عقولهم وهم اللي تابعين الأحزاب وينتمون ويوالوها. هم هذول هسه المشكلة اللي عندنا. لازم يكون عندهم وعي. إحنا العراقي يجب أن نتكاتف، والآخر يخاف على الآخر ويحميه، مو نأتي إنهم ذلة. هذا جيش اللي ايش قد يستشهدون من عندهم. هم ما كان يقول اني ليش ملتزم بواجبي وما ما حد يوفر لي ويدير ظهره ويروح، لكن لا، هم التزامهم واخلاصهم وولاهم محبتهم لشعبهم هذا جزاءهم. مع الاسف ما يعني ذكرت لك بالبدايه قله الوعي. نفسهم هم هذول النماذج، هذول اللي ياثرون. هذول اللي والوا ايران وميليشياتها وعصاباتها بكل الوزارات، ترى مو بس بالناس، بس أي وزارة صربية هم نفس الشيء. يعني المتحدث باسم وزارة الصحة سيد أم أحمد، المتحدث باسم وزارة الصحة السابق سيف البدر يقول أنه 20,000 طبيب عراقي هاجروا من العراق وهم بتخصصات نادرة بسبب ما يتعرضون له من تهديدات مستمرة، بسبب الوضع الأمني المنهار في العراق، خوفهم على حياتهم، على حياة عوائلهم. 20,000 طبيب بتخصصات نادرة هاجروا وتركوا العراق. نعم، فقدهم بالضبط، فقدهم العراق، فقدهم الشعب العراقي. ذولا من يتحمل مسؤولية ترحيلهم بهذه الطريقة؟ وليش الحكومة ما وفرت ومدى توفر غطاء أمني لحماية الأطباء؟ نعم، لا توجد بيئة يستطيع هذا الطبيب أنه يقدم ما يملكه من علم ومن خبرة ويفيد شعبه. لذلك نلاحظ العراقيين يسافرون الدول العالم حتى يتعالجون. ما إحنا تدريسنا وإحنا أطبائنا كانوا يدرسون بلندن وبأمريكا. طبيب العراقي، هذا مستوى تعليمنا إحنا. أصبحوا الكفاءات كلها بكافة المجالات أستاذ محمد تهاجر. تعرضت للتهديد أو أنها ما تلقي مكانها بوطنها وتتحارب، لكن لا يصح إلا الصحيح. ويرجع العراق إن شاء الله، وشوكة يبقى بعين كل الأعداء. أنا أشكرك يا سيدة أم أحمد، وعليكم السلام، شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا مفوضية حقوق الإنسان في العراق تقول إن عدد الإصابات بين الطواقم الطبية بفيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 3,136 إصابة حتى 27 من شهر حزيران الماضي، بينما سجلت 25 وفاة. طبعا العضو المفوضية علي البياتي أضاف أن عدد إصابات الكوادر الطبية الطواقم الطبية وصل لنسبة 6.5 أكثر من 6.5% من عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا، ما يعد مؤشرا قياسيا ببقية الدول في العالم. سجل العراق 633 إصابة لطبيب بفيروس كورونا، 9 حالات وفاة من هؤلاء الأطباء.
الصيادلة 177 طبيب صيدلاني أصيب بفيروس كورونا وتوفي واحد. الإصابات بين أطباء الأسنان هي 48 إصابة، والإصابات بين الممرضين تعتبر الأعلى ب 1558 إصابة بينها 9 وفيات، فضلا عن تسجيل الملاكات الأخرى 20 إصابة و6 وفيات. طيب يعني 6 وفيات، الموضوع أنه الطبيب معرض، الطبيب مثل أي إنسان آخر في المستشفيات في العيادات في الصيدليات معرض لأن يصاب بالفيروس، معرض لأن يتوفى بسبب الفيروس، هو على احتكاك دائم مع المرضى وعلى تعامل دائم مع البشر، ومع هذا للأسف لا يقدر هذا المجهود في العراق ولا يتم توفير حماية حكومية لهم لحمايتهم من بطش الميليشيات، من غضب الأهالي لوفاة مرضاهم، ومن الاعتداءات المستمرة التي تقع عليهم. الحادث اللي صار بالفلوجة مؤسف، والطريقة اللي تعاملت بها الجهات الحكومية معيب حقيقة، عندما نرى التهديد المبطن اللي يتعرض له الكادر الطبي في الفلوجة، لا تقدم شكوى، لا تتحدث إلى وسائل الإعلام، وقد تحرم من وظيفتك لأن المريضة مرتبطة بمسؤول، وقائم المقام سخر أفراده للاعتداء على هذه الكوادر الطبية بهذا الشكل المعيب المهين. وطبعا إذا كانت هي الجهة الحامية للمسؤول هي نفسها الجهة التي تعتدي على الطبيب وعلى المواطن، فهذه هي الكارثة الكبرى حقيقة في النظام الصحي في العراق. نقرأ بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام. طيب قبل الرسائل أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك أخي محمد. هو بدل من الاعتداء يعتدون على أطباء ويقومون بواجبهم، نعم، خلي يروحون للسبب. إيه الحكومة فتحت المنافذ الحدودية، نعم، من إيران، المفروض الدولة تسد الحدود على مود المرض ما يوصل، لأنه ما ليش يعتدون على الأطباء؟ خلي يقاضون الدولة، يعني بدل ما يضربون الدكتور يضربون الدولة، ما هو غيره. يعني مو يجاني على الطبيب، أحيانا الطبيب يشتري كمامات من جيبه وتفوه، يعني مو تضحية. كم دكتور مات من عندنا، كم دكتور، كم هذا دارس وواصل وتعبان على نفسه وسهران الليالي. ترى الطب ترى مو سهل، يعني ما الإنسان يكون طبيب يدرس ويتعب وسهر الليل ويشوف المر لما يوصل للمرحلة مال الطب، يعني تجول الضربو شنو يعني عقل ماكو. يعني وليش بتحاسبون اللي يفتح الحدود اللي جاب لكم المرض؟ هو المرض هذا ما له علاج، يعني دولة عظمى بالعالم كله ما لقوا علاج. مشكلة العراق يا أبو حسن، يعني مو بس بفيروس كورونا، مشكلة العراق بكثير من الأمراض وماكو أجهزة أو تجهيزات طبية لعلاج والتعامل مع هاي الأمراض. يعني وزارة الصحة على الحكومات المتعاقبة اللي امتدت، وحتى الحكومات نفسها ما دعمت القطاع الصحي، مجرد أموال سرقت أكثر من 40 أو 50 مليار دولار تتحدث بها وزارة الصحة، أموال تقول أنه هي صرفتها على القطاع الصحي، لكن وين ذاك اليوم هسه دا أقول قبل شوية عملية جراحية تتم على ضوء الهاتف النقال، على ضوء التليفون، هاي مهزلة حقيقة. طبعا أخي هم كل الوزارات بالعراق كلها دولة لصوص، يعني ماكو وزارة بالعراق إذا ما تأخذ رشوات وفاسدة. يعني هسه عملية جراحية لما تقول على ضوء الموبايل يجوز، نعم، يعني هذا صار يعني مخازي، يعني وصمة عار على الحكومة تدعم البلد، نعم، يعني بلد بإمكانات تغطي العراق بخيراتها، صار حنطب 18، نعم، زين شنو سووا للعراق؟ أشو جابوا الطائفية، الدمار، القتل، الإرهاب، تدمير البنى التحتية. هم دول مو رجال دولة أخي محمد، مو رجال دولة، نعم، يعني هسه تروح خصها المستشفيات، تروح إذا ما عندك فلوس تموت، نعم، زين هاي البلازما بفلوس، إذا واحد ما عنده شلون، زين هاي الخيرات مال العراق وين تروح؟ فبدل ما تضربون الأطباء يا عراقيين ضربوا الحكومة، الحكومة هي قذرة وحرامية ولصوص. بدل ما تضربون الأطباء تعبانين على نفسهم، أخذوا حقكم من ربكم، لذاكم من بعضكم. نعم، أنا أشكرك يا أبو حسن من بغداد. في رسالة لدينا طبعا أحد المشاركين يقول السلام عليكم أخي، ممكن تردد القناة لأن القناة راحت عندي. أنا كتبت له طبعا التردد، ونقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام
التردد الجديد لقناة الرافدين هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. هذا التردد بإمكانكم أن تنتقلوا إليه من الآن وتتابعونا في كل جديد. رسالة أخرى من السيد مبروك من الإمارات يقول: السلام عليكم، تحية لكادر قناة الرافدين الأشاوس. 42 مليار دولار صرفت من ميزانية العراق المالية على القطاع الصحي منذ عام 2006 ولغاية 2019 باستثناء عام 2014. يخرج علينا وزير الصحة اليوم يقول النظام الصحي متهالك منذ 40 سنة. أين ذهبت هذه الأموال؟ أكيد في جيوب السياسيين والمعممين. هذا كل جزء من جراء الإهمال والتقصير والنقص في القطاع الصحي. هذه السرقات في وضح النهار، فساد، سرقات أدوية وغيرها، خصوصا المرضى المصابين بكورونا، وآخرهم الراحل الكابتن أحمد راضي، هم سبب تدهور وضع الصحي. هذا تعمد للواقع الصحي. الكوادر الوطنية الطبية يتم إبدالهم بآخرين لا يعرفون بالواقع الصحي شيء. الحكومات الفاسدة في هذا المجال في مفاصل البلد، شرارة تشرين ستثور براكينها في وجوه الفاسدين وتزيحهم لغير رجعة، وتأتي بوطنيين شرفاء أحرار لقيادة دفة السفينة. يقول، طبعا هو رسالة طويلة جدا السيد مبروك، وصل إلى صلب الموضوع. مسألة الاعتداءات على الكوادر الطبية مستمر، قتل، خطف، تغييب للكفاءات الطبية الوطنية، هؤلاء مهمشون، تهميش واقعي. فالميليشيات تتحمل كل هذه الجرائم الحقيقية الموجودة، عليها أدلة تثبت ذلك. في رسالة لدينا، تقول: أستاذ محمد، بالخارج الحيوان تكرم، عند حقوق وحرية وكرامة، يعني أفضل من الإنسان بالعراق. لماذا؟ لأن القطعة الجيدة من القائد الجيد، شلون إذا كلهم دمج والعمايم للبيع والإيجار بالعراق؟ هاي أي أجهزة أمنية؟ الضباط كلهم دمج، 6 بدرهم. أنت شايف بلد يحترم نفسه بعصابات وميليشيات أقوى من الدولة تتحكم به؟ إذن المسؤول قاتل، إذا المسؤول قاتل وسارق هو هذا العراق. وأيضا أخي محمد، إذا وزيرة الصحة تجيب صفقة نعل طبية بملايين الدولارات والمرجعية تكرمها، أكو هيتشي بلد وشعب؟ طبعا يعني فضائح وزارة الصحة، وخاصة بفترة عديل أحمود تحديدا، هي كانت من أبرز ربما الصفقات اللي فضحت، صفقات فساد كبيرة، أكياس دم ملوثة غير صالحة، تكرمون المشايات الطبية أو ما يسمى النعل بالعراق، كلها كانت صفقات فساد. لم يتم إنفاق هذه المليارات على القطاع الصحي في تطويره، في بناء مستشفيات جديدة. تحدثنا قبل فترة أن تركيا قامت بإنشاء واحدة من أكبر 3 مستشفيات في أوروبا، أكبر مستشفى في أوروبا وثالث أكبر مستشفى في العالم، لم تصل تكلفتها إلى 10 مليار دولار. أنفقت على مستشفى ضخم للغاية، يقع على مساحة جغرافية واسعة، ويعد من أكثر المستشفيات تطورا في العالم. ما كلف خزينة الدولة 8 مليارات حتى، وليس 10، ما كلف هذا الرقم، وكانت بحقيقة جهود دولي، بجهود محلية ذاتية قاموا بإنشاء هذا المستشفى. العراق ملياراته لا تعد ولا تحصى، أين هي على أرض الواقع؟ وين المستشفيات؟ وين المستوصفات؟ وين الصيدليات؟ وين الأدوية والعلاج للإصابات؟ وين التجهيزات الطبية بشكل عام؟ لماذا يلام الطبيب اللي هو ده يشتغل بإيده بأقل أدوات، في حين أن المستشفى خالية تماما من كل وسائل الراحة للمريض، من كل وسائل العلاج، من كل المستلزمات الطبية؟ يعني هذه أيضا رسالة لذوي المرضى اللي ده يحاولون أنه لما يشوفون مريضهم توفى يطلعون غضبهم وعصبيتهم على الطبيب اللي حاول قدر المستطاع إنقاذ حياة هذا المريض لكن لم يستطع. أنتوا انظروا إلى وزارة الصحة، انظروا إلى الحكومة اللي هملتكم، هملت مريضكم، هملت المستشفيات، ليش تتعاملون ويا الطبيب وكأنه هو السبب في موت مريضكم؟ قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر مرة أخرى أن قناة الرافدين إن شاء الله ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، أمامكم كما ظاهر على الشاشة. يرجى من حضراتكم
من الآن الانتقال إلى هذا التردد وضبط أجهزتكم عليه لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.